صواريخ عدن تقف أمام اختبار الزمن، وصمدت أكثر من 3000 عام، لكن حالتها الآن باتت متدهورة وتدق ناقوس الخطر لحاجتها إلى الترميم. فبعد سنوات من الإهمال تمتلئ الصواريخ التاريخية بالنفايات وقد خربت جدرانها. لم يتفق المؤرخون وعلماء الآثار على تاريخ بناء صواريخ عدن، لكن بعضهم أرجعها إلى عصر ملكة سبأ. احنا جينا فوجدنا خزانات مليانه يعني دباب مي وقراطيس ويعني وغمامه والجدران موقوفه يعني باسماء اشخاص، وهذا يعني ما توقعناش هذا الشيء، لانها كانت من قبل كانت افضل، ولكن الان يعني رجعت الى الأسوأ. فهذا يعني يحتاج الى نظافه وتحتاج الى رعايه، ولانها من اثار اليمنيه ويعني مستحيل انك تحصلها بهذا المنظر. الصواريخ بعدة مراحل. هناك مصادر بأن ملكة سبأ جاءت إلى عدن زيارتها، وعندما شاهدت أن مياه الأمطار لا يستفاد منها أمرت ببناء هذه السدود. نحن نقول الإهمال ده سببه الحرب الآن، لأنه بدأوا تجار الأراضي والبقع بدأوا يدخلوا داخل حرم الصواريخ ببناء بيوت عشوائية غير صحيح. وهذه منطقة سيادية يجب الحفاظ عليها والاهتمام